طيب نكمل اللي شرحناه بالجزء الأول. انتهينا في الجزء الأول من خلال إنه حكينا إنه السي بي آر انقسم لمرحلتين، أول مرحلة اللي هي كاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت، تاني مرحلة اللي أجت بعديها اللي هي إنديان رود كونجرس. طبعا هاي يعني أعطت مور ديتيل انفورميشن عن الكاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت. هسا راح نشوف، نبلش بأول طريقة اللي هي كاليفورنيا، كاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت. هاي الطريقة قسمت لي اللود اللي جاي على الطريق لثلاث أقسام. أول قسم اللي هو اللايت ترافيك، تاني قسم اللي هي ميديوم ترافيك، ثالث قسم اللي هو الهيفي ترافيك. طيب كيف بدي اعرف انه هذا اللود لايت ولا ميديوم ولا هيفي؟ قسم لي انه اللايت ترافيك هو ايش؟ هو اذا كان اللود قيمته اللي هي 3175 كيلو جرام، اذا جاي هذا اللود على الطريق هو لايت ترافيك. اذا كان 4082 كيلو جرام هذا اللود هو ميديوم ترافيك. اذا كان 5443 كيلو جرام هذا اللود هيفي ترافيك. طيب يلو تشارت، خلينا نشوف كيف بتشارت. هذا هو التشارت تبع الكاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت. الاكس اكسس هو مين؟ السي بي ار فاليو، هي عندي من 2 4 6 8 10 الى اخره، هون اخر قيمه اللي هي 80%. تمام. طيب شو الواي اكسس؟ الواي اكسس اللي هو الديبث اوف كونستراكشن، هذا راح يكون موجود التشارت بالديسكربشن حتى اللي بده يشوف اوضح من هيك. ديبث اوف كونستراكشن بالسنتيمتر، تمام، الديبث بالسنتيمتر. بدي اعرف شغله، انه اذا اخذت سي بي ار لا لاير، لنفترض هاي لو اخذت سي بي ار تبع السب جريد، استخدمت سي بي ار السب جريد، شو الثكنه، شو الديبث اوف كونستراكشن اللي هو اني ثينج ابوف ذا سب جريد اللي هي سب بيز والبيز والسيرفيسنج، فعليا بتطلع ثكنس البيفمنت كامل، بيفمنت لايرز كامله. لو استخدمت السي بي ار تبع السب بيز راح يعطيك شو الثكنس اللي فوق السب بيز اللي هم مين؟ البيز زائد سيرفيسنج. اذا استخدمت السي بي ار تبع البيز راح يطلع لك الثيكنس اللي فوق البيز اللي هي السيرفيسنج. تمام. فباجي انا هون معطيني 3 كيرفز، اول كيرف لللايت ترافيك، ثاني كيرف للميديوم ترافيك، وثالث كيرف للهيفي ترافيك. يعني لو اجاك لود 3175 او اقل من 3175 راح استخدم اول كيرف. لو بين ال 3175 لحد ال 4082 راح استخدم الميديوم ترافيك. 4082 ل 5443 راح استخدم الايش؟ الهيفي ترافيك. طب لو اعلى من 5443 كيلو جرام، هذا هو اللي كانت مشكله بالكاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت اللي حلها مين؟ الطريقه الثانيه اللي هي الانديان رود كونجرس. اذا هاي بس لل 5443 اباف ما كان موجود، ما جابوا سيره الاباف بالمره. تمام؟ خلينا نشوف الانديان رود كونجرس. الطريقه الثانيه، اذا هاي هي اول طريقه. الطريقة الثانية اللي هي الانديان رود كونجرس، ورزنا لها بالاي ار سي، انديان رود كونجرس او انديان رودز كونجرس. تمام. نيجي نطلع على التشارت تبع الاي ار سي، الانديان رود كونجرس. هذا هو التشارت. لو بنلاحظ صار مور ديتيلز عن الكاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت. الاكس اكسس نفس الشيء كاليفورنيا بيرنج ريشيو، طبعا بيرسنت، هاي يعني بجوز ما حكيتها، طبعا هاي بيرسنت. تمام، يعني نفس الاشي هون تبع الكاليفورنيا ستيت ديبارتمنت 2% 4% بيرسنت. تمام، نفس الاشي هون بيرسنت 2% 400% الى اخره، ونفس الاشي هون ديبث اوف كونستراكشن بالسنتيمتر. في عادي في تشارتس بالانش ما بيتغير، عادي الديبث اوف كونستراكشن بالسنتيمتر. طيب ترافيك كلاسيفيكيشن، الكيرف رمز لي في عندي A B C D E F، اخر واحد اللي هو الجي، وكل كيرف حكى لي شو هو.
شو هاي الأرقام؟ الكيرف A من 0 ل 15، شو هو 0 ل 15؟ اللي هي number of commercial vehicles per day، إذا عدد الكوميرشال فيكلز باليوم الواحد. ما ذكرني in each direction، إذا هي إيش؟ على السريع in both direction، فننتبه إنه هاي الأرقام in both direction not in each direction. طيب number of commercial vehicles exceeding 3 tons laden weight، طيب يعني ليش شو هذا؟ يعني هون عرف لي الكوميرشال فيكل، تمام؟ أنا عندي ماشي الكوميرشال فيكل، حكينا تراك شاحنة، طب أي شاحنة؟ في عندي 100 نوع شاحنة، كل واحدة وزنها بيختلف عن الثاني، وفي شاحنة 3 محاور، في 5 محاور، في 6 محاور، طب أي شاحنة؟ عرف لي، قال لي الشاحنة اللي وزنها بيزيد أو بتجاوز عن 3 طن ليدن ويت. طب شو الليدن ويت؟ في عندي أنا نوعين من الويت، في عندي الويت بنقسم لنوعين، في عندي الليدن ويت والان ليدن ويت، بنقص هذا الويت تبع الايش؟ تبع الفيكلز بشكل عام، ليدن وان ليدن، تمام؟ شو الليدن؟ الليدن اللي هي وزن الشاحنه خلينا نحكيه زائد اي شيء او اقصى حموله بتقدر تحملها الشاحنه. الشاحنه بتقدر تحمل ركاب، بتقدر تحمل بضائع، وبرضه الوقود. يعني في عندي ثلاث شغلات زياده عن وزن الشاحنه لحال، اللي هي الركاب اللي بيقدروا يركبوها، البضائع اللي هي الجودز، والفول اللي هو الوقود، تمام؟ طبعا هاي اقصى حموله، شو الاقصى حموله؟ اللي هي بشكل مبسط اللي هي الحموله اللي بتقدر تحملها الشاحنه بحيث انها تمشي على الطريق بشكل امن، ما يصير شيء فيها، تمام؟ هذا هو الليدن ويت. شو الان ليدن ويت؟ الان ليدن ويت يعني زي كانك جايبها من الوكاله، لا فيها ركاب، لا فيها بضائع، ولا فيها ايش؟ وقود. هاي المسعيتها لما نوزنها هذا هو الوزن تاعها، شو بسموه؟ ان ليدن ويت. حتى الليدن ويت في له اسم ثاني، الليدن ويت اللي هو وزنها زائد اقصى حموله بيقدر تحملها، اللي هي الجروس ويت. جروس ويت. الجروس ويت هو نفسه الليدن ويت، يعني مسميات لازم الواحد يكون عارفها، تمام؟ طب نيجي هون، حكى لي اي كوميرشال فيكل بتجاوز الليدن ويت تاعها عن 3 طن، اذا بعدها باخذها في عين الاعتبار، تمام؟ طب ان ليدن ويت، ان ليدن ويت لو كان مثلا شاحنه، طب انا مش حاط فيها بضاعه، بدي اقيسها زي يعني بدي اوزنها زي ما هي، لا بضائع لا ركاب لا وقود. حكى لي ايش؟ هو مش موجود هون، لكن في كان تفصيل فصلوها بعدين، انه لو تجاوزت اكسيدنج 1.5 طن، 1.5 طن الان ليدن ويت، برضه هاي اعتبر لي اياها ايش؟ كوميرشال فيكل، تمام؟ فأنا باجي هون الـ A من 0 ل 15، الـ B من 15 ل 45 commercial vehicle إلى آخره. آخر واحد هذا هو اللي كان إيش؟ يعني شال المحددة اللي كان محدد لي إياها الكاليفورنيا ستيت هاي واي ديبارتمنت. هنا لو أكثر من 4500 بستخدم جي، شو ما أكون لو كان 10,000 بستخدم برضه الرمز جي، تمام؟ طبعا ننتبه إن بوث دايركشن، فلو كان معطينا مثلا 30 commercial vehicle ما بستخدم من 15 ل 45، اذا كان 30 كوميرشال فيكل ان اتش ان ايتش دايركشن ما بستخدم 15 ل 45، هذا تريك راح يكون. فال 30 مضروبها في 2 راح تصير 60 اللي هي بالرمز سي، بستخدم مش رمز بي، بستخدم الرمز سي لانه صارت من 45 ل 150، 60 ان بوث دايركشن، تمام؟ طبعا في 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 مثلا بعد ما تطلع ال depth of construction اللي هو depth of pavement كله اللي هو السب بيز والبيز والسيرفيسنج، لازم يكون أكثر من 450 مليمتر، تمام؟ لازم يكون أكثر من 450 مليمتر، يعني أكثر من 45 سنتي. ليش؟ هلأ هاي هم حكوها البريتش ميثود، الكاليفورنيا بيرنج ريشيو، هاي أمريكان ميثود. البريتش ميثود بقدر أستخدمها هون بحيث أنه أخذ منها المعلومة اللي تعيت المينيمم ثيكنس أوف بيفمنت. المينيمم ثيكنس أوف بيفمنت 450، ليش؟ حتى تقاوم الفرست، تمام؟ حتى تقاوم اللي هي اللي هو الصقيع، تمام؟ الفروست اللي هو الصقيع هتتقاومه، فلازم يكون المينيمم ثيكنس 45 مل 45 سنتي اللي 450 مللي. خلينا نكتبها، اذا المينيمم ثيكنس اللي هي 450 مللي متر، اللي هي تقريبا ما بعرف يعني حولوها بالانش كانه 20 انش، تمام؟ هو المينيمم ثيكنس تبع البيفمنت. اذا كان طب لو كان انت طلعت المينيمم، طلعت الثيكنس طلع 400 ملم، شو بدي اعمل؟ بدي 50 ملم زياده، وين بزيدهم؟
بزيد ال 50 ملم، بزيد الثيكنس تبع السب بيز. طب ليش ما بدي ازيد ثيكنس البيز او السيرفيسنج؟ بزيد ثيكنس السب بيز. اذا كان حنا نحكي مثلا كاكزامبل 400 ملم، بدي 50 ملم بزيدهم على السب بيز. ليش؟ لانه السب بيز الكواليتي اوف ماتيريال اقل شيء بالسب بيز. اذا لما ازيد ثيكنس السب بيز الكوست اقل مني ازيد 50 ملم بالبيز، لانه هون بستخدم كواليتي اقل من الكواليتي اللي في البيز، يعني كوست اقل من الكوست اللي في البيز. تمام؟ اذا هي اخر اشي. هذا هو الموضوع تبع كيف اعمل ديزاين بطريقه السي بي ار، وهي هي اهم طريقه اللي هي IRC. يعطيكم العافيه.